تنطلق الأربعاء بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي تقام لأول مرة تزامنا مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة في الدوري المصري، وتقام ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع مصر المقاصة في الثانية ونصف ظهرا بملعب برج العرب، بينما يلعب في نفس التوقيت إستر كامباني مع فيوتشر بملعب بترسبورت، على أن تقام في الخامسة مساء مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بملعب الدفاع الجوي. البطولة تقام بمشاركة 18 فريقا هم أندية الدوري الممتاز، وأسفرت القرى عن تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، هي مجموعة الزمالك وتضم فاركو وإنبي والمقاولون والسيراميكا وغزل المحلة وطلائع الجيش، ومجموعة الأهلي وتضم سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب، ومجموعة بيراميدز وتضم إسترن كامباني والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري ومصر المقاصة. نظام البطولة هو تأهل أول كل مجموعة للدور نصف النهائي، والمفاضلة بين نتائج أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث ليكون الفريق الأخير في نصف النهائي. وتقام جميع المباريات بتطبيق تقنية الفيديو. رابطة الأندية المحترفة أعلنت تخصيص جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه للبطل، فيما يحصد الوصيف 1,000,000 جنيه، وصاحب المركز الثالث 0.5 مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على 0.25 مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك في البطولة على جائزة قدرها 100,000 جنيه.